المفروض اتحاد الكوره موجود علشان خدمه الانديه، لا صراع ولا تنافر، مختصر شديد. الناس دي عرضت مشروع لائحه رابطه انديه وعرضتها في هذه الجلسه، فكان القرار الاولاني تشكيل لجنه هتدرس هذه اللائحه، تحذف او تضيف في خلال 10 ايام، وتعرضه على اجتماع قادم مع اتحاد الكوره مع الساده الافاضل الاعضاء. اللجنه دي بتتكون استاذ محمود طاهر، استاذ فايز عريبي، استاذ محمد عبد السلام، الاستاذ نهاد، مظبوط كده، ومرتضى منصور. خلاص. ومن اتحاد الكوره تم اختيار احمد مجاهد مندوب على اتحاد الكوره في عمل هذه اللائحه. هتتعرض، هنتناقش فيها. اتفقنا كل اللي موجود في اللائحه ده اعتبره ملغي اللي فات، بنبدا من اول وجديد لمصلحه الكره المصريه. هي الرابطه بتعمل ايه؟ تحمي حقوق وتدير مسابقه. خلاص، خلصنا من الجزء الاولاني. الجزء الثاني اللي احنا اتفقنا عليه هو في عوده الجماهير. عوده الجماهير هيطلع بيان من اتحاد الكوره ومن الانديه. احنا ناقشنا قانون الرياضه الجديد اللي بيحظر الروابط، تاني بيحظر الروابط ويعاقب بالحبس لمده 3 سنين مع غرامه 200,000 جنيه اللي بينشئ رابطه بالمخالفه للقانون. مخالفه للقانون يعني ايه؟ يعني لازم انا عندي رابطه كذا اروح اشيرها، ما اشرتهاش تبقى مخالفه للقانون. ايا كان مسمى، التراس، زمالك، وايت نايت، ايا كان. تمام؟ فاحنا حبينا ننبه ولادنا، تمام؟ عشان لانه مجرد ما تقول انا منتمي لهذه الرابطه مجرد انتمائك 3 سنين سجن. لو انت بقى الرابطه دي اللي انت منتمي ليها من غير ما تعمل حاجه، لا بتدي تعمل شماريخ، 3 سنين تانيين. تعمل مداخله في التلفزيون انت واللي بيعمل لك المداخله، 3 سنين، لانك ممنوع، تاني ممنوع انك انت تروج لرابطه بحكم القانون مش موجوده. خلصنا من ده. الحاجه الثالثه، هو الاتفاق اتناقشنا. طبعا السيد رئيس الاتحاد هاني بيه ابو ريده مشكورا مع الامن، لانه عوده الجماهير من غير امن ملهاش قيمه. ان احنا هنتفق هنبدا ب 2000 من الجماهير في كل نادي، هيكونوا من الاعضاء العاملين في النادي او من الفرقه الرياضيه. دي البدايه. نجحت هنخليها 5. الحاجه الرابعه بالنسبه للاعبين الاجانب. خلاص، انا عندي لاعب خد 5 مليون مصري، خد مني 5 مليون جنيه وبقى اسبوع ما يجيش التمرين. تمام. السعوديه عندها 6 اجانب. ريال مدريد او اي دوله اوروبيه اللي انتهضت بقى بالكوره في اسبانيا وفي ايطاليا ما سايبه الاجانب مفتوحين. فاتفقنا ان احنا هيبقى في 4 اجانب بس، اللي هيلعب اللي هيكون في الماتش الواحد ما يزيدش عن 3. خلاص، في قائمه المباراه نفسها 3. والكلام دون لمده 3 سنوات، ثم يتم التعديل بعد ذلك ان هو بقى يخلوها 3 يخلوها 4 زي ما يخلوها. تمام. اتحاد الكوره مع الانديه في الـ في الـ في النهايه احنا مش داخلين معركه، مش داخلين خناقه، عشان انا عايز اصفي حسابات مع هنا بريده. اقول لك اصل القرار ده مش عارف ايه. اولا اللي بيدير المنظومه، تاني اللي بيدير المنظومه